يعطيكم العافية. المحامي رامي علاق من تحالف متحدون، الأستاذة سنتي حموي مديرة الفريق القانوني بالتحالف، الأستاذ علاء خرشيد رئيس جمعية صرخة المودعين، والأستاذ ريشار فرعون أمين سر الجمعية. أنا راح قبل ما أعطي الكلام للأستاذ علاء خرشيد، بس بدي أحط هالموضوع أو موضوع هالإعلان وهالمؤتمر بإطاره. اليوم في عنا مجزرة مكملة بحق المودعين بطريقة، فإذا عنا مجزرة مكملة بحق المودعين بطريقة التعاطي مع قانون الكابيتال كنترول وصندوق النقد وغيره، اللي هي أبعد من التعاطي العادي. في عنا مسار قضائي دخل ببعض المراوحة ومطلوب يطلع منها. في عنا حقوق للمودعين بشكل أساسي عم تزهق، تقتضي تحركهم بشكل فاعل بثورة المودعين، وهالمرة عم نحكي عن شيء متقدم جدا. وفي عنا خطوات لانضواء كل مودع وكل سائر وكل صاحب حق، كل لبناني وكل من له حق على المصارف، انه يتحد مع بقية اصحاب الحقوق ليصير في مواجهة فاعلة قاسية لا تنتهي الا بتحقيق نتائج ملموسة ونهائية على مستوى استعادة الودائع بعملة الإيداع نقدا. كل شيء غير هيك ما له أساس، وهيدا المؤتمر هيدا اتجاهه وهيدا موضوعه. أستاذ علاء العادي يعطيكم العافية. أنا أحكي دغري بالأمور المهمة. أول شيء الكابيتال كنترول، بالنسبة للكابيتال كنترول هو ما صارش في اتفاق بعد، بس للناس تعرف يعني مش اتفاق، وشايف موظفين قاعدين مع بعض عم بيمهدوا للاتفاق، والاتفاق اللي بده يصير بالنسبة للكابيتال كنترول إذا وافقوا مع هذه الحكومة بيكونوا موافقين، مش لأنه هالحكومة بدها تعمل إصلاحات، هالحكومة كتير بعيدة، أبعد شيء عن كل الإصلاحات، أبعد شيء عن كل شيء فيه اسمه ضمير أخلاق، أبعد شيء عن كل شيء فيه اسمه منطق وعقل. إذا بده ينعمل كابيتال كنترول بده ينعمل لسبب واحد بس، وبكل صراحة وبكل صدق، واللي بده يزعل يزعل ويدق راسه بالحيط من أي نائب أو من أي وزير ولا من أي زعيم. بده ينعمل لأنه الأمريكان بكل بساطة بدهم يظبطوا الوضع على قصة 23 و29، وهذا الاتفاق بده يكون سري وبخفي تحت، وبنفس الوقت بيعطوهم للبنان بالظاهر مليار مليارين ثلاثة، لأنه بالطبيعة الحال كان عنده زلمة 39 مليار، هلا عنده 10 11 مليار. طيب بهال 10 11 مليار عم يطلبوا مليار او مليارين او ثلاثه هلا ليعطينا صندوق النقد الدولي. اعطانا صندوق النقد الدولي، اذا انت ما قدرت تحل المشكله كانت ب 39 مليار. بدك تحل المشكله بدك تحل المشكله بمليار او مليارين او ثلاثه مليار؟ اكيد لا، يعني من المنطق والعقل اكيد مش الحل لهذا تبع المشكله، لانه بمليار ولانه بمليارين. وبعدين اذا عندك نيه لحل المشكله وبال 10 11 مليار اللي عندك اياهم بعد. الموضوع الثاني دغري، نحن اليوم صار في اجتماع بالهيئه الاداريه، كان في مناقشات وفي اخذ ورد وعطى وكذا وهيك بالمواضيع، وقصه غد عون وقصه القضاء وقصه كذا وهيك، وصلنا للتالي. دعمنا كامل لمتحدون ولمواقف الاستاذ رامي ضمن القانون. نحن بنمشي تحت الغطاء القانوني بغض النظر انه البلد بطل فيها لا منطق ولا عقل ولا قانون، باستثناء بعض القضاة اللي بعد عنا فيهم أمل، باستثناء بعض القضاة. وما عنا خيمة فوق راس حدا ولا أي حزب ولا أي حدا بالمرة. الأشياء بقى نحكيها مثل ما هي. واليوم أنا رح فاجئ الجميع بشغلة صارت، رح أحكيكم عن شو، مش شو صار بالضبط، شو الخلاصة تبعيت الاجتماع مع وزير العدل ميشيل عون، نبيه بري، مئاتي بدون استثناء. اولا مئاتي، اول اجتماع اجتمعت انا وياه وكان الاستاذ رامي موجود معنا، طلعنا لعنده، كان
مكلف، ما كانش مؤلف الحكومي. قلنا له يا خي هذا الزلم عنده احتياطي، كان وقته شي 15-16 مليار، هال 15-16 مليار اذا بيشيل منهم جزء بيعطي المودعين وببلش نحرك العجلة الاقتصادية، وبنفس الوقت شوية هالمصاري الموجودة عنده كمان كلنا بنوقف مع البلد وكلنا بنحاول نحل المشكلة. قال الزلمة والله معكم حق ولازم يصير هيك. اتكلف الزلمة صار رئيس حكومي، رجعنا قعدنا احنا وياه مرة تانية لما صار رئيس حكومي، كان الزلمة شو قال بكل صراحة وكل الحديث اللي أنا عم بحكيه بكل الاجتماعات اللي صارت فيه شهود عليهم، بطل في مجالس بالأمانات، معكم أنتو بهالسرقة اللي عم تعملوها فينا ما في شيء اسمه مجالس بالأمانات. قالنا الزلمة انه ايه 60,000 دولار وما فوق هو اللي بده ياخد مصرياته. قلنا له طيب والباقي؟ قال ما شو اسمه بنشوف بعدين وهيدا، بس هلا نحن عم نحاول. والمشكلة وين؟ حتى ال 60,000 دولار او ال 50,000 دولار مش هيجي يعطيه هناك، ولا 10,000 ولا 5,000، لا بدهم يزلوا يطلعوا عينه للواحد، يطلعوا دينه للواحد ليعطوه مصرياته، يعني 100 دولار 10 دولار 15 دولار كمان، يعني فوق السرقة إذلال وإهانة وإساءة. طيب سألناه عن قصة، قال هو قال بالنسبة لقصة المغتربين وبالنسبة لقصة الأجانب وكذا وهيك، يعني بما معناه نطنش على الموضوع بالوقت الحالي، إنه لا ما بنطنش على الموضوع بالوقت الحالي. كان معنا حدا من جمعية المودعين وكان عنده الرأي هني بالنسبة لقصة يعطوا صناعية مع صناعية، نحن ما خصنا بهالمواضيع كلها ولا خصنا بهالقصص، ومش حسب مغنية اللي حكي هذا الموضوع، بس للمعلومات للتوضيح. يعني بري مع حفظ الألقاب للجميع، بري شو قال بالاجتماعين اللي صاروا معه؟ أول اجتماع كان قبل التعميم 158، قال الزلمة إن احنا عم نعمل طريقة لا تاخدوا مصرياتكم كل شهر بس على سنتين ثلاثة، هلأ بطريقة يمكن 1,500 يمكن 2,000 بالشهر أو شيء. إنه له كتير حكي، الحكي كان كتير منيح وكتير جيد وكتير ممتاز، ونحن فاهمين ومش فاهمين ان وضع البلد هيك، بس ماشي الحال بنطنش خي ماشي الحال، احنا مودعين وبالنتيجه لا بدنا نروح نحرق بيت ولا بدنا نحمل سلاح ولا بقى. مصرياتنا حقنا، حقنا سفقتوهن، حقنا سرقتوهن، شو المفروض نعمل؟ الا ماشي الحال. طلعنا من عنده، نزل بعد باسبوع تقريبا او بخمس ايام التعميم 158. التعميم 158 كان مفروض 1,000 دولار، المصارف فاتت على اللعبه ورياض سلامي وعملوا طريقة مش بس ما يعطوا الألف دولار، لا يعطوا 400 دولار، وكيف بدهم يسرقوا الـ600 دولار من الـ600 دولار اللي بدهم يعطوهم، يعني مش بس هيك يعني. وبنفس الوقت يعني نبيه بري اعتبرها يمكن ماشي الحال، انه هيدي ماشي الحال للقصة. طيب عون، ميشيل عون شبعنا احنا وياه، الزلمي قال بكل صراحة ان له المودعين يا ريس، قال الزلمي تسكير الفجوة المالية. شو يعني؟ ما فهمتش شو تسكير الفجوة المالية. تسكير الفجوة المالية احسب مين؟ من مصريات مين؟ وليش؟ مثل ما هلا طالعين، طلع مضى قرار هلا هو وما بعرف مين تاني والرئيس مجلس النواب واتفر ما بعرف، مضوا قرار زيادة لوزارة الداخلية، زيادة اعاشات ولا ما بعرف شو، مساعدات اجتماعية لهودي ومساعدات ما بعرف شو للكهرباء. مصرياتنا وين يا حرامية؟ لك عم توزعوا مصرياتنا؟ اعطونا مصرياتنا ووزعوا، ليش انتوا بعد عندكم مصاري؟ عم توزعوا مصريات مين؟ شو ما فيش ضمير بالمرة؟ ما عندكم ولا ضمير ولا دين بالمرة؟ عم توزعوا مصرياتنا؟ طيب اسوأ اجتماع كان جبران باسيل، اجتمعنا احنا وياه، شو قال؟ قال انا بدي اقول لكم شغله بس بدي ازعلكم، وكان في ناس موجودين بس للاسف الناس الموجودين بالطياره يمكن ما يعترفوا بالقصة، بس هذا الحديث اللي صار حياتك. قلنا له تفضل قول. قال مصرياتكم طارت، رئيس اكبر كتله نيابيه موجوده بالبلد بيقول مصرياتكم طارت. طيب حريري حدث ولا حرج، حريري حمل حاله وقال لك يا خيي بطلت هالقصة كلها كأنها لعبة عم نلعبها، وحكم الزلمة إذا كان هو ولا الله يرحمه رفيق الحريري بغض النظر عن أغلاطه، بس الزلمة عنده حسنات، بس بغض النظر عن أغلاطه ابنه أساء لكل شيء، بسوء الإدارة، بالفشل، بكل شيء. نحن ما إنا ما بدنا ندخل بالسياسي، بس للأسف الشديد عم تجرونا جر، عم تجرونا جر
باللي عم تعملوه فينا كمودعين. الاستشراس اللي عمله طيار المستقبل بالنسبة للدفاع عن المصارف وعن حاكم مصرف لبنان وعدم الالتفات انه في ناس مودعين وفي ناس تعبوا وشقيوا وعندهم جنى عمرهم بهالبنوكي 20 و30 و40 و50 سنة ما إله تبرير ولا 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 حاولت يعني حاولت بقدر الامكان افهم وما فهمته. كنا قاعدين بمجلس النواب مرة في نائبي من المستقبل فعم نحكي عم نقول المصارف هي اللي سرقت. نحن بالنسبة لنا المصارف مصارف تحمل المسؤولية تروح تولع بالدولة تروح تولع بالوزراء وبالنواب وتروح تولع بالدنيا تصطفط يرفعوا دعاوى عليهم برا وجوا يعمل بدهم اياه شغلتهم مش شغلتنا نحن. نحن مصريتنا عند المصارف بس ما انه هودي عم يتدخلوا لا الإساءة ولا الإساءة للكل فلازم الناس تعرف الحقيقة ولازم الناس تعرف شو عم بيصير بالضبط. اجتماع وزير العدل انا ما كانش بدي احكي عن وزير العدل بس كارثي كارثي. نحن قلنا بالقبل مجالس بالامانات بس ماشي الحال هلا ما بقى في امانات في اماناتنا نحن مصرياتنا نحن. وزير العدل بما معناه اجتمعنا نحن وياه وصار سوء تفاهم وكان في ناس شاهدين على هالقصة وانا قلت له ساعتها انه انتوا عايشين بكوكب تاني ومظبوط عايشين بكوكب تاني لما بيقول لي انا وزير العدل الحالي بيقول لي احمدوا ربكم انه عم يعطوكم 400 دولار. لا لك احمدوا ربكم انه بعكم عايشين احمدوا ربكم انه مين دخلك اللي خوزة سليمان الحلبي احمدوا ربكم احمدوا ربكم احمدوا ربكم ان عندكم شعب نايم احمدوا ربكم ان عندكم شعب ما عنده نخوة اغلبيته احمدوا ربكم احمدوا ربكم ما في وعي عند الناس احمدوا ربكم. بس يا عيب الشوم يا عيب الشوم على الكل. طيب نحن من هلا وبالرايح ما بقى في شيء نخسره خسرنا. انا صار لي على 3 سنين اجيب من برا على 3 سنين صرت خسران لي 40-50 ألف دولار مصرياتي بالسرقه بالسرقه واكيد بغير سرقه انه خلص انت مستقبلك واقف ما قادر تعمر شيء ما قادر تبني شيء ما قادر تعمل شغل ما قادر عم تاكل وتشرب على قد المصروف اللي عم يعطوك اياه الصدقه. انا مودع وعم بحكي عن نفسي انا بقبل مصرياتي تطير مش كابيتال كنترول انا بقبل مصرياتي تطير بالمقابل بالمقابل اصحاب المصارف كل السياسيين كل واحد مد ايده على اموال هيدا الشعب وعلى المودعين يكون محبوس. انا موافق انا عن نفسي موافق. وبعدين مشان ما حدا كل شوي والتاني يطلع يقول لانه انا غريب انا كلهم قالوا لي اياها كلهم الوزراء والزعماء والنواب وكلهم قالوا لي اياها دخلك الدولة هي اللي سرقت لك العامة اي دولة الدولة مين مين هي الدولة حدا بس يفهمني الدولة دولة كائن فضائي جاي دولة انتو حريري جنبلاط بري عون جعجع انتو الدولة شو 30 سنة لهلا انتو الدولة وما حدا يقول انه انا ما خلاني فلان لانه انا كان بدي صلح فساد بس ما خلاك ما خلاك زيح ما خلاك عارض ظهر لبرا وعارض احرق دينه مش ما خلاك تضلك وتشارك معه وحاج تضحك على العالم حاج تضحكوا على المحاسبين تبعولكم حاج تضحكوا على الناس مشتريين المحاسبين تبعولكم بشو مشتريينهم بوظيفة بمعاش مليونين ثلاثة بلما ينقطع البنزين بتعبوا له بنزين ترمبة للقوات ترمبة للمستقبل ترمبة للحركة ترمبة للطيار هيدي هي بدي حكين على العالم فيهم يا عمي فيقوا فيقوا بزيادة على قد. على كل الأحوال نحن رح نتحرك وما رح نوقف واللي بدي يوقفنا شغلة بسيطة جدا يعطينا حقوقنا حقوقنا بس ما بدنا شيء غير حقوقنا او يطلع يقول انا واضح في 1 2 3 4 مش تقولوا كابيتال كنترول وتقولوا ما بعرف شو بعد ما هربتوا سرقتوا وعملتوا وحولتوا المصاري جايين تعملوا كابيتال كنترول على اللي معه 10,000 دولار و50,000 دولار واللي برا المعطر اللي حتى معه مليون ومليونين عنده شركات ومخروب بيته ومش قادر يفتح
وعم بيبيع سياراته برا. انا بعرف ناس عم يبيعوا سياراتهم ليعيشوا او عم يبيعوا بيتهم ليعيشوا. انتوا وين عايشين؟ عم بتسافروا، عايشين، عم تاكلوا، عم تشربوا، عم تعملوا كل شيء بدكم اياه عادي جدا، ولا عندكم اي مشكله. لا بندعس على الشعب عادي، ادعسوا علينا بعد، ادعسوا علينا يا بلا ضمير ويا بلا دين ويا بلا اخلاق. تفضل استاذ. يعني كفيت ووفيت، كفيت ووفيت استاذ علاء، يمكن حكيت باسمنا كلنا، مش بس المودعين، كل واحد مقهور بهالبلد. اول شغله اجتماع الهيئه الاداريه لجمعيه صرخه المودعين واللي قررته بخصوص التحركات، هيدا مهم ومفصل اساسي غير الاجتماعات الاخرى، وفي امور ما بتنحكى رح تشوفوها. هو قال ما منوقف، عذرا رح انقل كلمه تانية، الا ليرجعونا حقوقنا او يقتلونا. في حدا كان جاي ومعه رصاصة، قال لي انا ما عاد بدي روح على القضاء، انا بدي استعمل هيدي. قلت له بفهمك وما فيي اقول لك لا، بس شوفوا بلكي بتعملوا تحرك اخير اخير. المشكله بين المودعين والمصارف ومن وراءهم، عملوا تحرك اخير وقولوا له للقضاء، بعد هيك في دم. انا عم بنقول واذا ما قضيت وانصفت اصحاب الحلول تحمل مسؤوليه هذا الدم، وبتصير المشكله بين المودع والقضاء. طبعا ما عم عمم، نحن متاملين بخطوات قضائيه اساسيه، واخر زياره سوا لرئيس مجلس القضاء الاعلى حطينا الامور بنصابه. ما حدا يعطينا حكي، ما عاد يمشي الحال ابدا. وبهذا الخصوص وبملف تم التداول فيه مؤخرا، ملف قضيه رياض سلامه والمصارف والصيارفة والمجلس والمصرف المركزي ومكتف، عرفت بقضية مكتف الشهيرة، تقدم دعوة فيها من الشباب والصبايا على القاضي غادة عون وعلى عدد من الخبراء أو منتحلي صفة الخبراء. وبانتظار التحقيقات عرفنا اليوم أنه هيدي الشكوى وشكوى تانية تقدمنا فيها كمحامين على القاضي غادة عون كمدعي عام جبل لبنان، بسبب اغتصاب وسرقة ملف رجا ورياض سلامي بالكامل، ما في قاضي بالدنيا بأكتر مطرح متخلف بأي غابة بيعمل للعمل اغتصاب حق التقاضي ومسح ونسف حقوق المدعين المودعين. يا عمي وين بتصير؟ نحن بهذا الموضوع عرفنا انه تم إحالة القاضي أمام المجلس التأديبي لهيدي الأسباب بشكل رئيسي، بعكس ما حكي بمطارح معينة، واللي بيعرف بيعرف ما بنتدخل. ونحن ما لنا علاقة بالمداولات والإجراءات السرية لهيئة التفتيش القضائي، عملنا واجباتنا. شو وضعها عم تفعل مش عم تفعل، شو معرقلها مش شغلنا، ولكن نحن مش هذا اللي بننطره. انتو والعقوبات والتأديب شأنكم، ما قلنا فيكم وبنحترم قراراتكم، ولكن اللي بيعنينا ملف مكتف اختصب بين المدعين والعمل فيه مخالفات جزيمة، وقدرنا بجهد شهيد نرجع نحطه على السكة. ملف رجا ورياض سلامة ومريان حوي كل متصل فيه، هيدا الملف عم بيصير فيه إجراءات حساسة هلأ. الملف قدم بشهر 2 ب2 شباط 2021، اول شكوى مدعمه بالوثائق والمستندات، واخذت القاضي عون قرار تمهيدي طلبت منا انه نترجم مستند باللغه الفرنسيه، قمنا ترجمناه وقدمنا اللي علينا. كل رقم يشاع، كل تفصيل بالملف هو ملك المدعين بهيدي الشكوى، يتطابق معه. شو بتعملوا بالتأديب اعملوا، نفهموا شغلة واحدة، اصحاب الملف المدعين بدو يرجع تكون الهم
سلطة الادعاء وتحريك الدعوة العامة ومتابعة كل إجراء يحصل. وبنعتبر كل إجراء عم يحصل مع رجا سلامي ورياض سلامي وحويك وغيرهم وشركة فوري وما بعرف هو إجراء باطل حتى تصوب الأمور ويرجع أصحاب الدعوة وكلاءهم يكونوا قدام قاضي فلتنتدبه هيئة التفتيش أو مجلس القضاء لإله سلطة التأديب والإشراف. هذا اللي بيعمينا بده الملف يصحح الاعوجاج اللي صاير فيه ويرجع تنعمل فيه إجراءات وفق الأصول. وكل شيء عم بيصير يتوقف وكل من تماوط على الملف بشكل غير شرعي من قضاة ومساعدين أي حدا بالأقلام والكتبة المورط من نحاسبه. موضوع الزملاء المحامين عرفنا انه في ناس فاتت على الخط غير ذي صفة وبالتواطؤ مع القضاة المعنيين تم توظيف واستغلال الملف بالسياسة وبالانتخابات النيابية. منحذر هذا موضوع بيننا وبين نيابتنا ما بنحكي عنه اكثر من هيك ولا بندخل بتفصيل هاي واجباتنا بس منحذر انتبهوا ما تكونوا جزء من هيدي الدناعة والقذارة والاغتصاب للحقوق. تذكروا كل قاضي ومحامي حق وعدل هيدا اليمين. ما بدي احكي عن الانتخابات ولكن هيدي الانتخابات العوجة العرجة المسخ اللي انا بتمنى تنتهي ما تصير وصارت ولا ما صارت محرقة رح تكون. شو رح يتغير الهيكل ذاته القانون تبعها مفصل عياسه ما بيسوى هيئة اشراف ما فيه فعليا قضاء ورقابة ما فيه انفاق انتخابي غلط اشراف على الاعلام وظهور الاعلامي غلط اكتر من هيك قسم من المرشحين مجرمين مرتكبين 3 سنين بالقضاء ما حدا حطله حد ما يترشح. شو بدها تنتج قولولي هيك انتخابات والناس عم تتمول من اموال المودعين وعم يندعس على راسهم وجماجمهم؟ لا اللي عنده عقل بيقول الاولى نجي نصلح هالهيكل وبعدين يصير انتخابات مثل الناس. ما تضحكوا على المجتمع الدولي وعلى الناس تبعكم هيدي منا انتخابات ولا خاصه بالديمقراطيه هالقد. والعالم بلشت تقتنع. شغله ثانيه معلش بدي احكي حكي على انا بدي اقول لي مودع عراقي مودع تونسي امبارح بالليل ببكيني ولو حطينا اموالنا عندكم شو عملتوا انتوا اللبنانيين كيف تعملوا هيك معنا نحن لبنان مثل الدمعتي يا جماعة. 90% من التعاطي اليومي الكثيف مع المودعين ما بده محامي 10% بده محامي بده حكيم نفساني. هل قد عملتوا بالعالم هيدي العالم مش بس ظلمتوها وسودتوا وجه لبنان وانتو الدولة اللي بتحطوا انتو بتحطوا الحق على الدولة شو هالوقاحة. انتو بتحملوا مسؤولية وصلتونا لهون بس انا ما بدي لومكن بدي لوم اللي ماشي وراكن. من قبل حكي الاستاذ علاء على الصف الثالث والرابع بالاحزاب صدقوني مثلنا مثلكن ما عارفين شي يا دوب الصف الثاني الصف الاول طابخ الطبخة كلها وداعس عليكن قبل ما يدعس علينا مع المستقلين وعكل واحد له حق. واكثر من هيك صندوق النقد اللي طلع امبارح ابعد من كابيتال كنترول شو عاملين اتفاق باجندة سياسية يمكن حكي عن موضوع الحدود اجندة سياسية يا دول غربية يا ولايات متحدة وين البورز وين حقوق الانسان اللي بتنادوا فيها انتوا عم تشتركوا مع طبقة فاسدة بسحق وابادة الشعب اللبناني. نحن عرفنا ليش ما عم تمشي دعوينا برا قدام الامم المتحده المحاكم الدوليه اوروبا فرنسا الكل لانه خينا ما عم نوصل لنتيجه لانه انتم متواطئين معهم لانه اجنده السياسه تبعكم صارت بتهم اكثر من الديمقراطيه اللي بتتغنوا فيها اساسا ببلادكم اكثر من شعب عم ينسحق وعم تدعسوا عليه وعم بتشاركوا ببيته. لا هو كلهم مش هون بيت القصيد فيهم بيت القصيد عند الناس عند اصحاب الحقوق
جمعية صرخة مودعين، جمعية مودعين، متحدون، مين ما كان. نحن في خطوات رح تكون قاسية. شو ما تأدي، كل واحد بلبنان مودع، مستقل، حزبي، شو ما كان، يتفضل، يتصل، يتواصل، يجمع حاله. نحن في حرب عصابات رح تصير، ما عليه، مش شغلتي، بس أنا عم بنقل الصورة. ما عاد فينا نهدي الناس، نحن محامين، وجبنا نروح القضاء. آخر فرصة للقضاء ليقدر يعطينا مادة، بس نقدر نعمل جسر عبور للناس لحقوقها، لتشوف حقوقها، لتقرب من حقوقها. المسار ماشي بالاتجاه المعاكس. موضوع فرنسا بانك وغيره كلها خطوات جبارة. هودي القضاة اللي عم ياخدوا هيك خطوات هني أمل القضاء، أمل الناس، هني ثورة القضاء، هني بناء الوطن. ما تحدوهن بمحاكم الدرجات العليا، خدوا قرار على مستوى الأزمة والقضية، وإلا خلص. شغلة تاني بالنسبة لموضوع الحل، ما بدي احكي بالسياسة، ما بدي احكي كيف من مضى المرسوم بيتحول على اللجان، ما بدي احكي عن العهر اللي عم بيمارسوا الرؤساء والوزراء كلهم بلا بسمي. انتو كل مواقفكن المناقضة والمعترضة بتهربوا بالاجتماع الحكومي، مقترح الكابيتال كنترول بتعدلوا كم تعديل تضحكوا على الناس عليهم، وبيرجع اخر شيء بيوقعوا رئيس الجمهورية يدعان هالعشر اجتماعات اللي عملناهن وترجينا وقلنا المصداقية عم تروح. كلكم متواطئين، كلنا يعني كلنا، لانه نحن ما بنفهم، بعدنا صابرين عليكم، بس كلهم يعني كلهم، كلكم يعني كلكم. تخرت هالقد، الحل واحد، هذا اللي بدي اختم فيه، واحد. تحديد الخسائر، تحديد المسؤوليات عن الخسائر، المحاسبة، استعادة او اعادة المسروقات. نقطة على السطر وبقول شغلة، نحن عملنا تقدير علمي بسيط عن ما تملكه المصارف واصحابها ومديريها واعضاء مجلس ادارتها بلبنان وبالخارج. ما حدا يخوفكم بالافلاس، ما حدا، وال75 مليون كذب، تضليل. ما تملكه المصارف من هيدي الاصول يكفي لتغطية اموال المودعين كلها على الاقل ببرا ونص، بواسطة الحجوزات ومنع التصرف بالعقارات والموجودات والاسهم. واللي بالكم هي شغله، ادعو كل واحد رغم كل الوضع يتقدم بدعاوى، كل وسيله ممكن يسلكها، لانه اول شيء الدعوه بتحفظ الحق، هذا منطق قانوني عالمي. ثاني شيء، اوعوا تستهينوا بالحجز الاحتياطي والتنفيذي، ما في يقلي بيضة. يمكن عندنا مودع بفرنسا بانك اسمه عياد ابراهيم، وديعته مش اكثر من 40,000 دولار، بس حاجز حجز ومفكت خزنه او خزنتين، ما عندي شيء من حجم المحجوزات، وعم نتابع بالقانون وبمحكمة التمييز، وإن شاء الله متأملين خير، لأن المخالفات اللي صارت ما بينسكت عنا، بس القضاء خليه هو يصحح حاله. بنقلكم شغلة، زلمة حاجز على البنك بقيمة أكثر من 5 مليار، إذا بنحسب كل شيء برات لبنان وجوات لبنان وبعدنا ماشيين، وعم يخسر البنك قد وديعته كل يوم على 10 مرات وأكثر، ولكن هالتجني، تعنت، تواطؤ بين كل السياسيين والمودع واصحاب البنوك وجمعيه المصارف واللي برا هلا عم بيزيدوا بهالتواطؤ وعم يعملوا فولكلور، بيدعوا عكس ما هن فايتين باللعبه فيه. هيدا كله اللي عم يمنع، كانوا عم بيعدوا المصاري والمصاريف والاتعاب ويدفعون، لك راحوا لعنده على البيت بدهم يستفردوا فينا وياخذونا واحد واحد. ابدا، هيدا الوقت نكون ايد وحده ونكون صوت واحد، وعنا القدرة والقوة، وانطروا اللي جاي، هيدا حق وجودي قبل الشرائع، قبل الأنظمة، إنسان رزقته بقبل ما قبل عصر ما قبل التاريخ حتى، المنطق الوجودي إنه هودي رزقتي، هودي إلي، ما بحق لحدا، ما بحق لحدا، هيدا حق مقدس يقرب عليهم. في ناس ما عم بتصدق اللي عم بيصير بلبنان، نحن ما عم نصدق، هيك وبس، والكل يكونوا مستعدين ويبادروا. ايد لوحدة ما بتزعف، ولازم نكون سوا بهالمعركة، مش بس مش نرجع الودائع، لنبني بلد ودولة وقضاء ومحاسبة، شي بنستاهله، بدنا نكون بنستاهل البلد، لنحكي ببلد ونحكي بوطن. يعطيكم العافية.